شاكر لجهود المكتب الأقليمي لعقد مثل هذا الاجتماع المهم، وحقيقة هذا لسد الفجوة بين الأكاديميين ونتائج البحث العلمي والمسؤولين في قطاعات الصحة متخذي القرار. الحقيقة الفجوة كبيرة، ولابد أن نناقش آلية وطرق كيفية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الارتكاز عليها والاعتماد عليها في اتخاذ القرار الصحيح للرفع من مستوى الصحة بصفة عامة في الإقليم وكذلك في البلدان. ونحن في ليبيا قطعنا خطوات حقيقة بالتعاون مع المكتب الإقليمي، ولكن الموضوع ما زال يحتاج إلى كثير من الجهد حتى يصبح واقع عملي استخدام هذه البيانات والمعلومات العلمية في اتخاذ القرار الصحيح للرفع من مستوى الخدمات الصحية في ليبيا بصفة عامة.